يمكن تكلمنا الأسبوع الماضي هاني وهدى عن مشروع الفوترة، وبالأمس خلاص دخلت المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية اللي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيز التنفيذ الإلزامي، وبدأ تطبيقه فعليا على المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في السعودية. وحنعرف أكثر عن الموضوع، ينضم لنا عبر سكايب المحلل الاقتصادي راشد الفوزان. يا هلا وسهلا فيك. يا هدي غادة، صباح الخير ومرحبا فيكم مشاهدين. يا صباح الفل والورد. بداية خلينا نعرف منك الأثر الإيجابي اللي خلاص حنشوفه إن شاء الله بعد التطبيق اللي صار أمس عن فكرة الفوترة الإلكترونية في السعودية. الفوترة الإلكترونية طبعا هي تعتبر حول مهم ورئيسي للقطاع الخاص، باعتبار أن الفوترة الآن حتكون شاملة ومعممة على جميع المحلات التجارية أيا كانت. الميزة الأساسية اللي فيها حتكون نفس الفوترة أو الفاتورة الإلكترونية هذه أنها تلغي كل ما سبق من الفواتير اليدوية أو الورقية أو اللي تعمل باليد أو غيرها، بالتالي حتكون كلها إلكترونية، حيكون فيها QR اللي يعتبر يعني مرجعية في كل تفاصيل عملية البيع، من عنوان المحل، من الصنف نفسه، من الأسعار، من كل هذه التفاصيل حتكون موجودة، وحيكون فيه أكثر موثوقية في عمليات البيع والشراء، باعتبار أن هذه المؤسسات والمنشآت لها سجل تجاري ومسجلة بالهيئة الزكاة والضريبة، وأيضا حيكون فيها طبعا ضبط في مسألة الفواتير من حيث عملية المكافحة ومحاربة التستر، اللي حيكون لها دور جوهري مهم جدا في القضاء على التستر، اللي هو هذا يعتبر أحد يعني خلينا نقول الأدوات لمحاربة التستر والاقتصاد الخفي اللي يعتبر مهم. وهيئة الزكاة يعني قدمت دور كبير جدا في هذا الجانب، من ناحية التوعية، من ناحية النشر، من ناحية ورش العمل، وأشياء كثيرة قدمتها في نشر الوعي بالفوترة الإلكترونية، باعتبار يمكن من سنة أو أكثر حتى وهي تتحدث في هذا الموضوع، فهي تعتبر إضافة مهمة حتى للمستهلك في عملية الضبط مع التاجر بفهم عمليات البيع وموثوقية عمليات. وهذه تعود كمان لحماية المستهلك، يعني هذه كمان حتحمينا إحنا وحتحمي حقوقنا إحنا كمستهلكين يعني. بالإضافة خلينا كمان يعني ما شاء الله عليك، يعني صار لك سنة تشارك بأعمال خلينا نقول تطوعية من خلال كمان التوعية اللي قمت فيها من خلال المنشآت هذه. ضيف الكريم، كيف تشوف اليوم الوعي الكامل من ناحية هذه المنشآت، وكيف تشوف يعني قاعدين نشوف هيئة الزكاة إنه قاعدة تشرح للمنشآت وتشرح لكل العالم عن هذا الفكر، كيف تشوف اليوم دورنا إحنا كشعب نستوعب هذا الموضوع وكنتفاعل معه؟ شوف، موضوع الوعي هذا أعتقد إنه صار موجود وواضح للقطاع الخاص، باعتبار إنه أصبحت الآن كل منشأة ملزمة في مسألة تسجيل في الضريبة، باعتبار لها رقم كود معين خاص في الضريبة، وهذا بالتالي يضع هناك عملية متابعة، ونقدر نقول ما هي مسألة مراقبة بقدر ما هي متابعة بالالتزامات اللي على القطاع الخاص. وأعتقد أن الوعي كبير جدا، باعتبار أنه الآن المنظومة الحكومية الآن أصبحت مرتبطة ببعضها، وبالتالي كان هناك عملية الربط هذه مؤثرة في مسألة الالتزام للجميع. صحيح. وبنفس الوقت هيئة الزكاة قدمت دعم يعني خلينا نقول تقني لكل المنشآت، وهو غير ملزم طبعا، لأنه كل من يقول بعضهم لا أعرف أو ما عندي خلفية بمسألة التقنية، فهي تقدم الآن برامج من خلال هذه المنشآت ونشرت طبعا تفاصيل الزكاة هذه للاستعانة في تالي التطبيق. صحيح. فالوعي موجود والأهمية موجودة والانتشار موجود، وبنفس الوقت عملية الضبط لعملية البيع، العمليات البيع أو حتى عملية الشراء بين في بعض الشركات في بعض الشركات يعني، وأنت بحكم قربك من أصحاب الشركات والمشاريع، كيف بتشوف مستوى كمان الوعي عندهم؟ لأنه في بعض الشركات بتقول صعب تطبيقه، وفي بعض الشركات تعقد الموضوع مع إنه الموضوع مرة هين ومرة سهل. لا ما فيها يعني أعتقد أي أعذار في مسألة إنه لا أحد يعرف أو ما عنده، الوعي موجود، وهيئة الزكاة قامت بالدور كامل جدا في هذا الجانب لمدة سنة كاملة بورش عمل، بمنشورات، بوسائل التواصل الاجتماعي، حساباتها وغيرها، بمسؤوليها وغيرها، كلهم تحدثوا عن هذا الجانب يعني بإسهاب كبير جدا. صحيح. لدرجة أنه أصبحت الآن هي يمكن تذهب لهم في أماكنهم لعملية النشر، وأعتقد أنه هي لا تغيب عن أحد هذه المسألة في مسألة الفوترة الإلكترونية، ويجب أن يعرف المستهلك، يعرف
الجميع، حتى للتاجر حتى لصاحب المشروع، انه هذا واجب وطني. اعتقد انه دور مهم لانه يعتبر مصدر ايراد مهم للدوله، وبالتالي هذا 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 الايراد بالتالي سينعكس على مساله التنميه الاقتصاديه في بلدنا، وبالتالي هذا يعتبر واجب حتى قبل ان يكون شيء ملزم لك. واعتقد ان هذا مهم جدا لانه في النهايه ينعكس على الجميع. اتفق معك. بحكم عملي والشركات اعتقد انه الجميع يعلم والجميع وصلته الرساله وبكفايه تامه وبدعم ايضا مهم من ناحيه الدعم التقني او غيره من الاستفسارات بوجود معهم لاي استفسارات. احنا سعيدين بوجودك معانا اليوم عبر سكايب الاستاذ راشد الفوزان، وتحياتنا لاهل مدريد من عندك كمان. شكرا لك.